العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. الأب الشجاع صعد إلى الأعلى لينقذ العصفور، أراد المحاولة. أعاده لأمه هذه المرة، نخشى أن يسقط ثانية من الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. تتأرجح ستسقط الآن. تتراقص لن تسقط الآن، لم يحن موعد سقوط الأسنان. تتأرجح الأسنان، تتأرجح ستسقط الآن. تتراقص سقطت الآن. جميل، هذا رائع. اللبني
يعني. ستة ديناصورات،
سبعة ثمانية تسعة وأيضا عشرة من الديناصورات. ثمانية تسعة وأيضا عشرة من الديناصورات. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. للأسفل للأعلى تمرين للقدمين. أحسنت أحسنت مفيدة لنا. شكرا يا بابا على تدريبنا. الدب الدب يحب التمارين. واحد اثنان ثلاثة يقوم بالتمرين. حسنا يا بابا سأقوم بالتمرين. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أيدينا أيدينا سنغسلها الآن. حسنا يا أختي سأغسل يدي. أحسن أحسن بالماء والصابون. حسنا يا أخي فنحن نظيفون. الفأر الفأر سيغسل يدي. واحد اثنان ثلاثة صار نظيفا في ثوان. حسنا يا أختي سأغسلهما الآن. واحد اثنان ثلاثة من النظافة تلمعان. تفضل تفضل إنه وقت الطعام. حسنا يا أمي سآكل الآن. إنه يا صغيري مفيد.
شكراً يا أمي، أنهيت صحني في ثوان. الفيل الفيل سيأكلها الآن، واحد اثنان ثلاثة أنهاها في ثوان. حسناً يا أمي سأكلها الآن، واحد اثنان أنهيتها في ثوان. هيا يا أطفالي وقت الاستحمام. حسناً يا بابا سنستحم الآن. النظافة يا صغيري مفيدة لنا. شكراً يا بابا على اهتمامك بنا. القرد القرد يحب الاستحمام، واحد اثنان ثلاثة صار نظيفاً في ثوان. حسناً يا بابا سأستحم الآن، انظر إلي صرت نظيفاً في ثوان. النوم النوم حان وقت النوم. حسناً يا أمي سأخلد للنوم. أحسنت يا صغيرتي ضعي رأسك هنا. حاضرة يا أمي سأحاول أن أنام. ابتسم يا طفلي. حين يدغدغني أبي أشعر بالسعادة، حين تعانقني أمي أشعر بالسعادة، قبلة جدي كلها سعادة، حركات بينجو تشعرني بسعادة. قل الأمان في داخل قلبي، قريب مني يا طفل ثق بي، انظر حولك حتى ترى وجوها سعيدة مبشرة. سعيدة. حين نبني بيتا نشعر بالسعادة، سرير الوسادة تشعرني بالسعادة، نستلقي سويا نشعر بسعادة، حين تلمع النجوم نشعر بسعادة. قل الأمان في داخل قلبي، قريب مني يا طفل ثق بي، انظر حولك حتى ترى وجوها سعيدة مبشرة. سعيدة. حين أعانق دميتي أشعر بالسعادة، قبلة قبل النوم تشعرني بالسعادة، حين نحتسي الحساء نشعر بسعادة، أشياء بسيطة تشعرني بسعادة. حين سأجده في هذا المكان،
نم يا صغيري واشعر باطمئنان قلبك الصغير هو المكان. ويأخذ جيليبين يستضيفها في منزله ويلعب معها إلى حين. أنا أريد أن أريها غرفتي، أريدها أن تتعرف إلى دميتي، وأنا سأدعوها إلى حفلة شاي. أتحب الفراولة يا ترى؟ سأروي لها قصة قبل النوم. من سيفوز في السحب ويأخذ جيليبين؟ سننتظر وننتظر كل الوقت ننتظر من سيفوز. إنه جي جي. حيواننا الأليف اسمها جيليبين، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين. أقدامها صغيرة يحبها الجميع، وتدور وتدور هي تركض 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 وتدور وتدور. حيواننا الأليف اسمها جيليبين، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين. أقدامها صغيرة يحبها الجميع، محبوبة لطيفة وردها سريع. هل قابلت فأرتنا؟ هي تحب أن تقلب وتدور وتدور، هي تقلب 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 وتدور وتدور. حيواننا الأليف اسمها جيليبين، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين. أقدامها صغيرة يحبها الجميع، محبوبة لطيفة وردها سريع. أصبح على خير. ما أجمل أن نعمل لرفع بنا وأن نبني.
الكبيرة ترفع كل ثقيل. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. تعال لنبني بأدوات البناء، نرفع نرمم ما نشاء. سنحفر الأراضي لنبني الأساس ليصير أقصى من الألماس. الحفارة الكبيرة تحفر كل شيء. الحفارة الكبيرة تحفر كل شيء. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني. الجرافة الكبيرة تجرف كل شيء. الجرافة الكبيرة تدفع كل شيء. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. تعال لنبني بأدوات البناء، نرفع نرمم ما نشاء. سنحفر الأراضي لنبني الأساس ليصير أقصى من الألماس. النقطة بإحدى يديك.
واحد اثنان ثلاثة. والآن اقلب الورقة هكذا. سنكرر ما فعلناه على الجانب الآخر منها. سنحدد نقطة المنتصف من جديد. ها؟ هذه. يا سلام. اثنها باتجاه المنتصف. هكذا. ثبت النقطة بإحدى يديك واثني الورقة جيداً بالأخرى. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد. شيء لك، شيء لي. عدوا واحد اثنان ثلاثة. نكاد أن ننتهي. والآن لنزين الصواريخ الورقية ونرسم عليها. هيا. شيء لك، شيء لي. عدوا واحد اثنان ثلاثة. أنهينا طائراتنا الورقية. شكرا لمشاهدينا. ألقاكم قريبا في فقرة يويو للفنون. إلى اللقاء. يوم النشاط. نحن نبحث ونبحث وبلا جدوى. أين يكون جيلي بين؟ أها. اشتقنا له، اشتقنا لجلبين. له أرجل قصيرة. أين هو؟ أين؟ نرقق العجين، نقذفه للأعلى أعلى. البيتزا شهية لذيذة يمية. سنحضر الكوب لنقطع نقطع. البيتزا شهية لذيذة يمية. Ha!
نضع عليها الخلطة وندهن ندهن البيتزا شهية لذيذة يمية. لعبتنا يا أطفال هي القفز على الحبال. لنقفز ما ما معا لنقفز ما ما معا. كن قويا اقفز عاليا كن قويا واقفز عاليا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد عزيزتي حاولي مرة أخرى. صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي. صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي. سأحاول. واحد حاولي مرة أخرى. أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي. صوت في داخلي يقول لي سوف تفعلي. لكن لنقفز ما ما معا لنقفز ما ما معا. كن قويا اقفز عاليا كن قويا واقفز عاليا. أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد حاولي مرة أخرى. أنا أستطيع فعلها. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لنقفز ما ما معا لنقفز ما ما معا. كن قويا اقفز عاليا كن قويا واقفز عاليا.
عزفتها النبضات ونتشارك معا
أجمل اللحظات. كيف سأعبر لكم عن مدى حبي؟ كيف سأعبر لكم عن ما يهتم به قلبي؟ هنالك ألف طريقة للتعبير عن الحب، هنالك ألف طريقة ليبدو ما في القلب. لنستمع إلى موسيقى عزفتها النبضات ونتشارك معا أجمل اللحظات. ونتشارك معا أجمل اللحظات. ثلاثة ثلاثة حيوانات
اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. لا تدع الحيوانات تقفز على السرير. اثنان حيوانان يقفزان معا على السرير، سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. لا تدع الحيوانات تقفز على السرير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. لا تدع الحيوانات تقفز على السرير. ليس هناك حيوانات تقفز على السرير، نام الأولاد بوقت قصير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. ليس هناك حيوانات تقفز على السرير. فيقف واحد
يسير النمل رباعي هراء هراء يسير النمل رباعي هراء هراء تحاول النملة فتحها فتنزلق ساقها تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات بوم 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 يسير النمل خماسي هراء هراء يسير النمل خماسي هراء هراء تسقط قطرة فوقها وتشتت انتباهها تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات بوم 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 يسير النمل سداسي هراء هراء يسير النمل سداسي هراء هراء إحداها تقف من الضجر لتجمع أغصان الشجر تتابع مسيرها النملة يسير النمل صباعي هراء هراء يسير النمل صباعي هراء هراء ليمونة قربها تريد تأكل لبها تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات بوم 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 يسير النمل ثمانية هراء هراء يسير النمل ثمانية هراء هراء تسقط فوقها زهرة تنظر إليها منبهرة تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات بوم 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 يسير النمل رساعي هراء هراء يسير النمل رساعي هراء هراء تقف النملة الصغيرة تنظر للوقت بحيرة تتابع مسيرها النملة بثبات حذرا من القطرات بوم 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 يسير النمل عشاري هراء هراء يسير النمل